السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ان عندك في الريفت الانشائي. دلوقتي مثلا هقول له انا عايز ملف الاستراكشر، ولو جيت تبص هنا هتلاقي الاناليتيك موديل. اي حاجة بترسمها مثلا فلور بيبقى ليها اناليتيك موديل بتاعتها، العمود بيتمثل بخط واحد بالشكل دوت، والحوائط بيتمثل برضو زي مربع. طيب لو انا عايز اعمل الاناليتيك موديل دوت في اي مشروع، يعني خلينا نبدأ ملف فاضي خالص، هقول له نيو بروجكت، واقول له انا عايز الاستراكشر تمبليت، وليكن مثلا عندي ليفل جديد اهو ليفل 3، محدش عامل فيه اي حاجه خالص، وعايز اخلي فيه الاناليتيك بتاعي. تمام، اقول له ليفل 3 انا عايز اعمل دوبليكيت منه. طيب وتعالى في ليفل 3 العادي، انا عندي كده 2 ليفل. تمام، وهقول له انا عايز ارسم فلور انشائي بالشكل دوت، وعايز ارسم حوايط الول ستيريور، وعايز ارسم عمود ستراكشر. خلينا نعمله بالشكل دوت، المفروض ان هو مربع. تمام، طيب لما تيجي تشوف بقى الاناليتيك بتاعه، اقول له في في، واقول له انا مش عايز اشوف اي موديل خالص. تمام، كله اختفى. طيب انا عايز اشوف الاناليتيك، هاجي اعلم على الاناليتيك، وهنا من اللاين تقدر تدي لون للاناليتيك فلور عن عن الوول، بحيث ان انت تقدر تفرق بينهم بسهوله. هقول له اوكي، هيبدا يظهر عندي الاناليتيك بالشكل دوت، اللي هو ممكن تشوفه برضو في 3 دي اناليتيك موديل بالشكل دوت، وهتلاقي اهوت العمود بالشكل ده. حتى لو انت قلت له مثلا عايز تشوف فاين، هو الاناليتيك الطبيعي بتاعه ان هو يبقى خط واحد للعمود ومربع للوول. طيب لو عملنا سيلكت كده للعمود الاناليتيك بتاعه، هتلاقي ان اهم الخصائص اللي عندي مثلا اللي هي الاناليسيس هيبقى جرافتي. تمام، ولا التوب الاينمنت الاناليتيك بتاعي، اوتو ديتكت ولا ديجكشن. فالديجكشن هيبقى يخليك تختار بقى العمود دوت، يعني خلينا نظهر العمود بس الاستراكشر كولوم. كولوم استراكشر هل انت عايز الاناليتيك يبقى من الناحيه دي، ولا عايزه من اليمين، ولا عايزه من الشمال، وهكذا. فتقدر تعمل سيلكت على الاناليتيك بتاعك اهوت. تمام، واقول له البروجكشن، واقول له مثلا ده انا عايزها من الليفت العنصر ده بالنسبه للتوب، وبرده تقول له البوتوم بتاعي البيس الاينمنت بتاعي انا عايزها بروجكشن، وعايزها برده من الليفت. فتلاقي الاناليتيك بتاعك بقى على الليفت بتاع العمود بالشكل دوت. وهنا اوتو ديتكت ولا بروجكشن، برده تقدر تختار تخليه مثلا لحد ليفل 2 مثلا اهوت ليفل 2، او تقول له لا اوتو ديتكت باي ليفل ريفرنس من بدايه الليفل 3 بتاعك. طيب دلوقتي الحاجات دي كلها لو انا عايز احط اناليتيك ايه حاجه سبيشال، يعني عايز انا احط، ممكن اجي هنا من اناليسيس والاقي عندي حاجه اسمها لود كيسز ولود كومباينيشن. لود كيسز بيبدا يجيب لي الاحمال اهيت، ممكن اضيف اي حمل، بيقول لي الحمل اسمه ايه، الكيس نمبر بتاعه، نوعه هل هو لايف ولا ديد ولا وين ولا سنو ولا روف ولا لايف، الكاتيجوري بتاعته ايه. تقدر تضيف اللي انت عايزه، وتقدر تعدل اللود ناتورال زي ما انت عايز. ممكن اقول له مثلا اعمل لي دوبليكيت، او انا عايز اضيف حاجه هنا، ممكن تقول له دوبليكيت وتدي له اي اسم تاني انا عايز مثلا ايه، وتقول له مثلا ده النوع بتاعه مثلا لايف، والكاتيجوري بتاعه تقدر تختار لايف لود. برضه تيجي هنا لود كومباينيشن، تقدر تضيف مجموعه من الاحمال، تدي له مثلا اسم معين بحيث لما تيجي تعمل الحساب بتاعتك. وهنا لو انت عندك ثيرد بارتي، اي برامج عامله الحاجات دي تقدر تدخل معاك. ممكن تقول له بقى الفاكتور بتاعي مثلا عباره عن 1.2 من أي نوع من الأنواع الأحمال، وليكن مثلا الويند
مثلا او لايف، وتقول له هنا الفاكتور بتاع مثلا 0.9 من انهي حمل مثلا، مثلا دي ال 1 تمام. وبعد كده دول هتلاقي هو عملهم لك في المعادله بالشكل دوت، بدا يجمعهم هما الاثنين مع بعض، عمل لهم كومباينيشن مع بعض، وممكن تعمله انفلوب لو انت حابب. اقول له اوكي. طيب ده بالنسبة للاناليتيك موديل. طيب ممكن اقول له انا عايز اعمل لود، فبيقول لي انت عايز بوينت لود، يعني تقول له نقطة معينة هي دي اللي هيبقى فيها الحمل بالشكل دوت، ولا لاين لود بوينت لود، تقول له مثلا النقطة دي فيها الحمل اهو، فبدأ يركز الحمل عليه. مثلا تيجي هنا تقول له في لود، في بوينت لود في النقطة دي، ممكن تقول له لاين، وتبدأ تحدد الخط نفسه اللي هيبقى فيه الاحمال بالشكل دوت. ممكن ترسمه مثلا بالشكل ده. طب لو انا رسمت مثلا مستطيل وانا محدد على اللاين، يبقى ده حمل خط، وده حمل، وده حمل، وده حمل، والحته دي ما فيهاش حمل. امال امتى بقى اقول له ان المنطقه كلها ديت؟ اجي هنا في اللود واقول له انا عايز اريا لود، فبيبدا يعمل لي ان انا ارسم مثلا مستطيل بالشكل دوت، هنا كل اللي جوه ده الاحمال كلها فيها حمل عليه. طيب ممكن اقول له لود، بلاقي المجموعة ديت مجموعة حرة. هنا ديت بوينت لود، لا ده لازم يبقى فيه نقطة محددة هي اللي بقول له النقطة دي هيبقى فيها الأحمال. هنا اللاين لود لازم بحدد له خط. بعد كده هوستد اريا لود، تيجي هنا هيبدأ يعمل لك على الفلور كله وهكذا. الأدوات دي بتساعدني إن أنا أحط الأحمال في المكان اللي أنا محتاجه. طبعا الأحمال دي كلها تقدر في أي حاجة بتصدرها، مثلا أي برنامج بتطلع معاك المعلومات ديت، تقدر تعمل تحليل انشائي بشكل قوي للعناصر اللي عندك. واي حاجه بتعمل عليها سيلكت بيبدا زي اريا لود اهيت، تبدا تشوف الفورس قد ايه، انت محتاج قد ايه في الاكس وفي الواي وفي الزد. اورينت تو بروجكت، يعني المشروع بتاعك هياخد الاكس والواي بتاعك، ودي طبعا هتبقى كويسه الا بقى لو هوستد لوكال كوردينيشن سيستم، يعني لو عندك الحاجه بتاعتك فيها ميل او فيها زاويه، فبيبدا يشوف الابعاد الجديده ويبدا ياخدها. ده طبعا محتاج ان الفلور يكون متغير معاك.